أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المتواصلة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز، وسنخصص هذه المساحة لملف الحوار الوطني. أتوجه إليكم اليوم بتحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز. ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا نحن المصريين، دولة ديمقراطية حديثة. نضع للأبناء والأحفاد خارطة الطريق لمستقبل واعد مشرق يليق به. انطلقت جلسات الأسبوع الرابع للحوار الوطني، حيث ناقش المحور السياسي موضوعات العمل الأهلي في مصر وقانون تنظيم العمل الأهلي وحل المعوقات أمام العمل الأهلية المدرجة تحت لجنة نقابات والعمل الأهلية. وعلى التوازي عقدت جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجامعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأيضا جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات. هذا وتنعقد غدا جلسات المحور الاقتصادي، حيث تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي قضية شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. وتنعقد جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وأيضا تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. السياسات الصناعية فيما ينعقد المحور الاجتماعي يوم الخميس 22 من يونيو، حيث تعقد جلستان للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة العنف الأسري، الأسباب وسبل المواجهة وأيضا المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. كما تنعقد جلستان للجنة الثقافة والهوية الوطنية لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.
لمزيد من النقاش حول جلسات المحور السياسي وما تم مناقشته بالأمس ينضم إلينا أستاذ هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أستاذ هشام مرحب بك معنا على إكسترا نيوز. وفيما يتعلق بالمحور السياسي ومناقشة موضوعات العمل الأهلي في مصر وقانون تنظيم العمل الأهلي وأيضا جلسات حول تشجيع التفاعل وربما الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج وحرية البحث العلمي وأيضا استكمال لقضية هامة جدا وقانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون مجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات. بداية يعني نظرة سريعة حول ما تم مناقشته بالأمس حين كلها قضايا هامة جدا وبتهم شريحة كبيرة جدا من يعني العاملين في هذه القطاعات. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. بداية قوية طبعا في الأسبوع الرابع في المحور السياسي. الحوار الوطني طبعا بيقطع أشواط كبيرة جدا، وامبارح احنا كنا بنشوف ملف مهم. المحور السياسي كان عندنا ثلاث موضوعات مهمة امبارح كنا بنتكلم فيها. أولا هو كان الملف بتاع المجتمع الأهلي، الجمعيات الأهلية، وده ملف في الجزء مهم جدا. احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده، كنا اتكلمنا في التعاونيات جلسه بتاعت امبارح في قانون الجمعيات الاهليه، يبقى لسه فاضل لنا جلسه في النقاش. اللي كان حاصل بقى امبارح ان احنا بالنسبه لنا شفنا ان فعلا الدوله المصريه في الدوله في الفتره اللي فاتت دي ان المجتمع الاهلي قطع اشواط كبيره جدا من خلال مجموعه من الاجراءات حطت مصر على دلوقتي فيما يتعلق بالمجتمع المدني على خطوات صحيحة وقبل التطوير بشكل كبير جدا، بحيث نكون من الرواد في المنطقة على الحقيقة. طبعا من أول قانون 2019 وبعدين 2022 المجتمع المدني، التحالف الأهلي، وبعد كده المبادرات بقى الانطلاق في الواقع لتحقيق إنجازات كبيرة جدا في أرض الواقع. فبقى قانون 2019 كان نقلة كبيرة جدا في المجتمع في مصر، المجتمع الاهلي، وحقق انجازات كبيره جدا. وعلى الحقيقه القانون يعتبر يعني من القوانين اللي هي عالميه من القوانين الجيده جدا. ولكن احنا بقى بنبني، ودي خطوه بقى مهمه، بنقول الشكل اللي احنا رايحين له في بعض الملفات في القادم المصري، ان احنا رايحين دلوقتي رايحين نعمل تطوير كبير تنميه من خلال مناقشه بقى كل القانون طبق بقاله 4 سنين، اللائحه بتاعته بقالها 3 سنين. بدا نقدر نقول ملامح اثر تشريعي. يعني احنا بالنسبه لنا يعني اكيد هيكون في مناقشات عديده في هذا الامر تحديدا فيما يتعلق بمجتمع المجتمعات او المجالس المحليه وغيرها في مصر ضمن المحور السياسي. بشكرك استاذ هشام، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، علينا الان الانتقال لمؤتمر صحفي لمالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بمقر جامعة الدول العربية، إلى هناك. ونورتوا على الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية والمآسي الإنسانية التي نتجت نتيجة لهذا الحرب، فهو كان خير مستمع لخير متحدث، وخرجنا بأنه الدولة جامعة الدول العربية هتكون present حضور في كل مساهمة في كل المبادرات التي من شأنها معالجة القضية السودانية. شكرا جزيلا.
تابعنا هذا الجانب مشاهدينا الكرام من المؤتمر الصحفي لملك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني هنا من القاهرة تحديدا من مقر جامعة الدول العربية في إطار زيارته للقاهرة بالحديث عن آخر الأوضاع في السودان وربما يعني الرؤى نحو حلحلة ودور مصري في مبادرات قادمة. نواصل مشاهدينا الكرام. نواصل مرة أخرى مشاهدينا الكرام من الحوار الوطني المصري، حيث يشمل المحور السياسي في الحوار الوطني 5 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات التي نتابعها في هذا العرض.
حرصت مناقشة الحوار الوطني على تناول العديد من الملفات العامة، وكان من أولوياتها جهود توطين الصنعة والنهوض. مزيد في هذا التقرير. منذ انطلاقه أخذ الحوار الوطني على عاتقه عددا من أهم القضايا التي تشغل بال المصريين، ويأتي في مقدمتها القضايا الاقتصادية والتي أتت على رأس أولويات الحوار الوطني من خلال محوره الاقتصادي. وكان في مقدمة تلك القضايا الاقتصادية المهمة قضية توطين الصناعة والنهوض بها، تماشيا مع جهود الدولة غير المسبوقة بهذا الملف الحيوي والمهم، حيث أخذت الدولة على عاتقها خلال الفترة الماضية بتوجيهات من القيادة السياسية بحث سبل توطين الصناعة وإزالة كافة المعوقات أمامها. ولم لا، فالصناعة هي قاطرة التنمية وشريك أساسي في تقدم الأوطان، ولذا من المقرر أن تعقد هذا الأسبوع جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك أملاً في الوصول إلى حلول جذرية تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وفتح الآفاق أمامها في إطار النهضة الاقتصادية الشاملة التي تستهدفها مصر. إذن غدا جلسات المحور الاقتصادي تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي قضية شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وتنعقد جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وأيضا تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. للمزيد على أي حال ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن محاسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة. برحب بحضرتك معنا يا فندم على اكسترا نيوز يا دكتور. اهلا بسيادتك يا فندم واكسترا نيوز ومشاهدينك الكرام. غدا جلسه جديده من جلسات المحور الاقتصادي، يعني متوقعين او ايه اهتمام حضراتكم تخرجوا بيه من جلسه غدا؟ لانه الحقيقه انه كما تابعنا في الجلسات الاقتصادية السابقة أو تحت المحور الاقتصادي كلها حقيقة أمور هامة جدا ودقيقة جدا في هذا التوقيت الحقيقة اللي بيمر به العالم ومصر اقتصاديا. هو الحقيقة احنا عندنا بكرة جلستين في منتهى الأهمية، واحدة متعلقة زي ما سيادتك ذكرت بالدين العام وشمولية الموازنة وخلافه. هذه الجلسة سوف يتم المناقشة فيها من خلال كيفية ترشيد الحكومة للإنفاق بالشكل ان هو ما يعملش تحميل على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يقلل العجز وتبتدي الدولة يبقى عندها مصادر متميزة ما بتفقدش بسهولة جدا في حاجات ما مش وقتها في هذه الأزمة الاقتصادية العالمية. دي رقم واحد. رقم اتنين، فكرة شمولية الموازنة وكيف ان تكون الموازنة العامة للدولة معبرة عن كافة كيانات الدولة من حيث امكانية دمج الهيئات الاقتصادية في نفس الموازنة من عدمه وما يجوز اندماجه او ما لا يجوز. هي جلسة في منتهى الأهمية وهترسم سياسة مالية جديدة لمصر، وهتكون جلسة مهمة جدا. دي جلسة عمينة. جلسة تانية أكثر روعة للأمانة الشديدة، لأنها كانت خليط ما بين لجنتين. يعني إيه؟ هتمزج بين لجنتين اقتضت الضرورة أثناء مناقشة لجنة الصناعة ولجنة الاستثمار المحلي والأجنبي. اقتضت الضرورة أن هناك تشابك شديد جدا ما بين الاستثمار المحلي والصناعة طبعا. ما انه جزء اصيل من هذا النوع من الاستثمار، نوع الاستثمار الصناعي يعني. نعم. فاقتضت الضروره لانشاء هذه الجلسه بناء عن طلب خبراء كثيره جدا وطلب المشاركين ذاتهم عشان نقدر نقول ازاي الاستثمارات الخاصه توجه للنشاط الصناعي، لان طبعا احنا بنشوف انه الناس الخبراء المتخصصين والاكاديميين والمشاركين ورجال الاعمال وحتى عمال المصانع قالوا لابد من الناس. دكتور أيمن طيب، فقد الاتصال بدكتور أيمن محاسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ويعني سنعود الاتصال به مرة أخرى لأهمية هذه الجلسات اللي كان الدكتور بيتحدث عنها. دكتور حضرتك معنا مرة تانية؟ مع سيادتك فندم. تفضل يا فندم. الحقيقة الجلسة الثانية هتكون في منتهى الأهمية لأنها صدرت قلت لسيادتك أو فكرتها جت من بناء عن طلبات الخبر نفسهم ورجال الاعمال اللي كانوا مشاركين في الجلستين الماضيتين.
ودي هيبقى محورها الاساسي كيفيه توجيه الاستثمارات بقى المحليه للصناعه بشكل عام. لان الحقيقه اللي احنا بنتكلم على ان ما بقاش في عندنا وقت، ولا سيما بعد اصدار 22 قرار لاصدره السيد الرئيس وشال الديمقراطيه الشديده جدا اللي كانت موجوده، فكره تاسيس الشركات في وقت اقل من 10 ايام، فكره تخفيض رسوم تاسيس الشركات لل 20% ولا للربع. هذه الامتيازات اللي اصدرها السيد الرئيس بسرعه لازم نستفيد منها ونوجه معظم الاستثمارات للصناعه عشان ننتج، عشان نصدر، عشان نحل منتج محلي مكان منتج اجنبي، عشان نوفر او نقلل من الفجوه الدولاريه اللي موجوده في ميزان المدفوعات بتاعنا. دكتور، هل ده يعني بضروره الحال زياده الوقت او زياده اعداد المتحدثين بما انه هم لجنتين انضموا على بعض في موضوع واحد؟ هو الحقيقه برضه يعني عشان ستبقى متاكده، احنا كل جلسه من الجلسات بنفاجئ بعدد اكبر من المتوقع 3 أضعاف من المشاركين، وبيبقى الناس اللي قاعده كل واحد عايز يقول افكاره، من كتر ما هي الافكار جيده ما بنقدرش نخلص. احنا بنخلص 10 بالليل، المفروض نخلص 7، نخلص 9:30 و10 بالليل عشان خاطر نسمع كل الناس، اللي ما فيش حد اتقدم او جه ما تسمعش، فلازم الناس كلها تتسمع الحقيقه. فانا اتوقع ان الجلسه دي تحديدا يمكن تقعد 12 بالليل او 1 صباحا اتوقع، يعني غالبا بهذا الشكل. حقيقة انه المحور الاقتصادي من اكثر المحاور اللي دايما تلاقي المتحدثين يا دكتور مش هقول لهم اراء متوافقه، ولكن الخطوط العريضه قريبه بشكل كبير من بعضها البعض. هل هذا امر مفيد او امر مهم نظرا لانه كل التوصيات بترفع على اي حال رئيس الجمهوريه؟ طبعا كلام سيادتك منضبط جدا، لان الاقتصاد بشكل عام هو معظمه ناس متخصصه، اما اشكاليات الاستثمار بتبقى رجال اعمال، والمشاكل كلها معظمها متشابهه. الاهم من ده كله للامانه الشديده تاكيد السيد الرئيس بقى لما اكد حتى في المؤتمر الاخير في اسكندريه، وكان ليا شرف الحضور، وقال ان انا حتى التوصيات اللي هتطلع انا باكد لثالث مره ان انا هنفذها. الحقيقه اتركه شديده، ومن هنا جه الاصرار والطلبات الكثيفه بعد هذه المداخله بتاعت سياده الرئيس على مجلس الامناء، لان لازم يتعامل بسرعه جدا ده. يعني اذا كان رد فعل السيد الرئيس بهذه السرعه فلا بد ان المسؤولين عن الحوار الوطني يكونوا اكثر سرعه. وتعاملت اللجنه، وانا بقول لسيادتك ان شاء الله المقترحات اللي هتخرج من دي هتكون مهمه جدا جدا لكل مواطن مصري، وفعلا هتساهم في انها تحد من الغلاء اللي موجود. ما الجديد يا دكتور الذي يمكن ان يخرج فيما يتعلق بالاستثمار والصناعه او الاستثمار المحلي في الصناعه المصريه؟ لانه احنا الحقيقه انه هذا الموضوع تحديدا يعني كرس له الكثير من الجلسات والمؤتمرات الاقتصادية المصرية، وآخرهم كان ناجح جدا الحقيقة بحضور كل الأوساط المتخصصة من رجال أعمال، من متخصصين، من رجال دولة حتى. فما الذي تتوقعون أن يكون مختلف في هذه الجلسة؟ الاختلاف من ضمن أنواع الاختلاف الكبير، يعني في حاجات كتير واحدة مختلفة، ولكن في حاجة مهمة قوي. إحنا عندنا نموذج مصر صناعة مصرية اسمه مبادرة ابدأ للتوطين الصناعة المحلية. هذه المبادرة مبادرة ابدأ نجحت بشكل غير مسبوق، لأنها مدت إيديها الآلاف الخريجين، فتحت لهم ورش صغيرة ومصانع صغيرة ومزارع ومحظائر تربية العجول، يعني الحقيقة وقامت بشكل رائع. بقت تاخد دراسة الجدوى بتاعتهم تعدلها لهم، تمولهم بتمويل قليل جدا، صفر فايدة، مفيش فايدة، بدون فوايد خالص، بتشتري حتى منتجاتهم كمان للحكومة. فده الحقيقة يعني مبادرة ناجحة جدا. أنا أتوقع أن بكرة في الجلسات، ودي أحد مداخلاتي أنا شخصيا، وأنا عملت طلب إحاطة في هذا المنحة لمجلس النواب، أن تعمم هذه المبادرة على الصناعة المصرية بشكل عام، وتبقى نموذج يحتذى به وزير الصناعة والسيد رئيس هيئة الاستثمار، أن هذا التطبيق الجيد السريع حل أزمات كثيرة لابد أن نستفيد منه، وهي صناعة مصرية. يعني هذه المبادرة هي مبادرة رئاسية، ما استوردناهاش من دولة من الدول ولا من ماليزيا ولا من غيرها. فالحقيقة عندنا نموذج نجح نحن متمسكون به تمسك جيد. دكتور، بالحديث عن الاستثمارات أو جلسة غدا تحديدا، يعني بنتكلم عن الصناعة وعن الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولكن أعتقد يعني هنوجه جهودنا في الاستثمارات المحلية فيما يتعلق بنهضة الصناعة المصرية بشكل أو بآخر، يعني لو كنت فهمت العنوان بشكل جيد. هل في هذا الإطار احنا بنتكلم عن مستثمرين بحجم كبير، استثمارات ضخمة في الصناعة المصرية، ولا بنتكلم عن مشاريع صغيرة ومتوسطة في عملية الصناعة المكملة؟ لان احنا يمكن معظم ما نستورده
هي صناعات مكملة، ويمكن الرئيس كان يتكلم عن هذا الأمر في الكثير من الأشياء اللي ممكن ينفذها هنا في مصر. أولا سيادتي فهمت العنوان بدقة شديدة، وهو محور أساسي جدا في هذه الجلسة، وإحنا بالفعل نقصد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي إحلال المنتج المحلي محل قطع الغيار أو السلع المكملة زي ما نسميها محل هذه، لأن هذه الفاتورة والله بتتعدى 70-80 يعني مليار سنويا بلا داعي. يعني نستطيع أن نصنع هذه الجزيئات الصغيرة وهذه المكونات الدقيقة بسرعة جدا. أهم ما يميز هذه الصناعات أنها ما بتحتاجش رؤوس أموال ضخمة، بتحتاج فكر وتحتاج شباب. الحمد لله مصر دولة شابة، 30 السكان بتوعنا الحمد لله شباب، فنستطيع بسهولة جدا جدا. بس يا دكتور إيه دايما مشكلة، عذرا على المقاطعة، ولكن إيه دايما مشكلة يا دكتور الصناعات المكملة الصغيرة اللي يمكن أن تصنع هنا ولكن إنه لا يقبل عليها المستثمرين بكل أحجامهم في مصر؟ هل هي مسألة ثقة إنه المستورد هيكون أفضل من المنتج المحلي؟ لا، احنا عندنا ازمة كبيرة جدا حقيقية في ان احنا زي ما احنا زمان كنا بنقول عندنا عقدة الخواجة. احنا كمصريين عندنا فعلا سلوك غير محمود في الشراء، لابد من اعادة ثقافة الصناعة المصرية، لازم تكون ثقافة داخلية. سيادتك لو نزلت دولة من الدول العظمى ما بيشتروش اصلا بقالهم عشرات السنوات وممكن عقود كاملة، ما بيشتروش اي حاجة منتج من بره لحد ما صناعة بلده تقوم، وده اللي قوم المانيا، وده اللي قوم اليابان، وده اللي قوم الدول الكبيرة الصناعية. نعم، يعني سيادتك عمرك ما تروح الدولة من الدول دي تلاقي منتج بيباع غير منتج هو عربياتهم هم. هي ثقة في المنتج يعني. ثقة المنتج، لا هي ثقافة كمان التصنيع، ثقافة أهمية ان انا اشجع منتج بلدي. الموضوع مش يعني يحتاج يخرج مننا، احنا محتاجين وعي، محتاجين ثقافة. بس حتى في مفيش اقبال كبير من المستثمرين يا دكتور على الصناعات دي. المستثمرين ما كانتش بتقبل عشان كان في بيروقراطية ضخمة. بس انا ما بقتش اتكلم على هذه المعوقات للاستثمار بعد ال22 قرار صدره المجلس الاعلى للاستثمار. بصراحه 22 قرار يعني ازالوا هذه البيروقراطيه من جذورها للامانه الشديده، يعني عشان كده حتى في كلامي ما بقتش اتكلم على البيروقراطيه وما والعوائق الشديده جدا اللي كانت موجوده للاستثمار في مصر. يعني احنا النهارده مش فاضل لنا غير احنا رتبنا البيت، القواعد التشريعيه موجوده، القواعد القرارات الاداريه اخذها السيد الرئيس خلاص، فاحنا ما عندناش غير احنا نبتدي الشغل بقى خلاص الحمد لله، نبدا بقى العمل عشان بسرعة في حدود مثلا من 6 شهور لسنة ونص نحس فيه تغيير في المناخ الصناعي، ونحس فيه استبدال لبعض المكونات الصناعية المصرية اللي هي صنع في مصر فعلا، ويعود هذا الشعار إلى الأذهان بقى صنع في مصر غابة عندنا كثيرا. يعني بالتأكيد الكل هيدعم صنع في مصر، والحقيقة أنه الناس يعني كما هم مراقبين أو كما هم متابعين جيدين جدا جدا للحوار الوطني وما يحدث فيه ومتفائلين به، والكل يعني بيتكاتف لنجاح هذا الحوار ومخرجاته على جميع الأصعدة، هم مراقبين جيدين أيضا جدا للتطبيق والتنفيذ في مراحل ما بعد انتهاء الحوار. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا. وفيما يخص المحور الاقتصادي، توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات نتابعها في هذا العرض.
مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الفترة من شاشة اكسترا نيوز والتغطية الخاصة والتي خصصناها لمتابعة آخر أنباء وما يجري في الحوار الوطني المصري. كنت مع حضراتكم أنا لما جبريل، إلى اللقاء.